طب هلا نحن رايحين نخطبها، يعني ما عم بفهم شيء. هي وامي ضيعوني ها؟ لا تاكل هم هالشيء، لانه نحن شباب. والبنات قوايا وقد حالهم. ناقصني، وضح لي كلامك. اسف. بس هي اكيد عم تعمل هيك قصدها. قصدها؟ ايه. اصلا هي بهذا الشيء بدها تنتقم منك. واكيد ناوية تهين امك كمان. لا لا، ما بظن هالشيء، مبين من وشها انها مانا بنت حقودة او مانا من هالبنات السيئات. أصلاً أنت من لما التقيت فيها كثير تغير تعاملك معي، حتى أنك بطلت تسمعني مثل العادة. لأنه كلامك مو مقنع نهائياً. أساساً البنت واضحة وصريحة كثير، واللي صار بينها وبين أمي على الهاتف صار شيء قديم ومو مهم. عن جد؟ لأنه أنت حبيتها وانعم على قلبك. روق وفكر منيح. عم تقول إنها هي عرفتك لما شافت صورتك، ومع هيك هي موافقة ومستعدة تشوفك.